ازيكم يا ابطال؟ انا كوتش زعتر والنهارده هنتكلم على تمرينه التشست للبيجنرز. يلا نبدا ورم اب. في الورم اب بتاعي انا عايز اركز قوي على مفصل الكتف ومفصل الكوع وعضلات التشست، اسخنهم كويس قوي. هبدا الاول بمفصل الكتف. اول حاجه هعملها حركة دائرية بالشكل ده وبعدين عكسها. تاني حاجة لمفصل الكتف هتبقى حركة جانبية بالشكل ده، وتالت حاجة حركة أمامية بالشكل ده. وبعدين هسخن كوعي كويس قوي. هسخن كوعي عن طريق حركة دائرية بالشكل ده وعكسها، ودي اخر حركه. بعدين هبدا امسك دمبل خفيف قوي واشتغل بيه بالطريقه دي. وبكده اكون خلصت الورم اب بتاعي وجاهز للتمرين. اول شكل معانا في التمرينه هو الني بوش اب. الشكل ده انا مش هحتاج فيه اي حاجه غير مات. المات دي ممكن اجيبها من اي محل بيبيع ادوات رياضيه. يلا بينا نشوفها. في الني بوش اب انا محتاج ابقى قاعد على ركبتي على الارض، حاطط ركبتي على الارض خالص، وبعدين ببتدي احط ايدي على الارض على قد فتحه كتفي او اكبر من فتحه كتفي، حاجه بسيطه بس مش اقل. وببتدي انزل افرد ظهري كويس قوي وابتدي انزل تحت بالشكل ده. انا زاويه كوعي مش عايزها تبقى لقدام قوي ولا تبقى لورا قوي عشان ما يحصليش مشكله في مفصل الكتف. فانا محتاج زاويه كوعي تبقى طبيعيه في مكانها الطبيعي وانا نازل، مش قدام ولا ورا، بالشكل ده. الشكل ده هنعمل منه 10 عدات في 3 مجاميع. تاني شكل معانا النهارده هو البوكس بوش اب. التمرين ده انا بستخدم فيه بوكس زي ده، او ممكن استخدم فيه السرير او كنبه او اي سلمه، اي حاجه عاليه شويه عن الارض. نفس فكره الشكل اللي فات بالظبط، انا ايدي بتبقى اعرض شويه من كتفي، وزاويه كوعي برده ما بتبقاش لقدام قوي ولا لورا قوي، بتبقى طبيعيه علشان ما احملش على مفصل الكتف بتاعي. وبشتغله بالطريقه دي بالظبط. ظهري لازم يبقى مفرود، ما ينفعش ابقى واقف عامل كده او عامله كده بالزياده. ظهري لازم يبقى مفرود بالظبط، فاتح رجلي شويه وايدي اكبر من فتحه كتفي شويه، وببتدي انزل واطلع. لما اجي اطلع ما ينفعش افرد كوعي على الاخر، ما ينفعش اعمل الحركه دي، الحركه دي غلط. انا لازم كوعي يفضل فيه ثانيه صغيره علشان ما اثرش على مفصل الكوع بتاعي. التمرين اللي هنعمله دلوقتي هنستخدم فيه رابر باند. الرابر باند انا ممكن اجيبه من اي سبورت ستور او محل بيبيع ادوات رياضيه. طيب بيبقى فيه منه انواع مقاومه مختلفه. في رابر باند بيبقى خفيف، وفي رابر باند بيبقى متوسط، وفي رابر باند بيبقى تقيل، في رابر باند بيبقى تقيل جدا. طيب انا هحدد بناء على ايه؟ انا الاول هجيب الخفيف. هجيب الخفيف والمتوسط، هجيب الاثنين. وبعدين هبتدي اربطه وابتدي اشتغل بيه. على حسب التكنيك بتاعي وانا شغال، لو التكنيك بتاعي مظبوط وبجيب بيه اعداد كبيره جدا ومش بحس ان في وجع في العضله، يبقى هحتاج ازود. تعالوا نتعلم نربط الرابر باند ازاي في اي حاجه في البيت بشكل افقي، بشكل راسي زي ده. انا بمسك الرابر باند بالشكل ده، بلفه من ورا العمود اللي موجود عندي في البيت بالشكل ده، وبجيب الطرف اليمين ده ادخله جوه الطرف الشمال بالشكل ده واشد كده. انا بقى عندي الرابر باند جاهز ان انا اشتغل بيه اي حاجه انا عايزها. بعد ما ربطت الرابر باند بتاعي هبتدي اول شكل بيه. اول شكل بالرابر باند هو ان انا لما باجي اربط الرابر باند بيبقى في نفس مستوى الشيست بتاعي، مش بيبقى اعلى ولا اقل، في نفس مستوى الشيست. وبعدين ببتدي امسك الرابر باند وافرد دراعي بالشكل ده واسيب الرابر باند سايب بالشكل ده. انا مش عايز الرابر باند مشدود في اول التمرين،
انا عايزه سايب. وبعدين كوعي بيفضل على نفس الخط مع كتفي، كوعي مش ورا وكوعي مش قدام، على نفس الخط مع كتفي. زاويه كوعي دي بتفضل زي ما هي، انا مش فارد كوعي على الاخر ولا تاني كوعي قوي، انا كوعي مفرود بس متني سنه صغيره، وبفضل محافظ على الشكل ده طول التمرين. وببتدي باجي بالحركه دي كده بالظبط لحد ما اوصل لخط النص بتاعي او الميد لاين. انا مش عايز اعدي الميد لاين عشان ما احملش على مفصل الكتف، عايز اوصل للميد لاين بس وارجع بالراحه، ارجع بالشكل ده. الشكل ده هشتغل منه 10 عدات 3 مجاميع. رابع شكل معانا في التمرينه هو برضو باستخدام الرابر باند. هنربط الرابر باند زي ما اتعلمنا في الشكل اللي فات بالظبط، بس المره دي عايز اربطه في حاجه تحت مش في نفس مستوى الشيست زي الشكل اللي فات. هربطه تحت وهمسكه بالشكل ده، والرابر باند يبقى جاي من ورايا مش من جنبي، من ورايا. وبقف بالشكل ده، كوعي برضو متني شويه، كوعي مش راجع ورا بزياده، كوعي تحت كتفي بالظبط، متني شويه، وبطلع لقدام بالشكل ده لحد الميد لاين. انا ارتفاع ايدي بيبقى لحد وشي، مش عايز اطلع اكتر من كده ولا اقل من كده، لحد هنا بالظبط. الشكل ده هنشتغله 10 عدات في 3 مجاميع. خامس شكل معانا في التمرينه برضه هيبقى باستخدام الرابر باند، بس المره دي هربط الرابر باند فوق تاني عشان ما اتلخبطش. انا في ثالث تمرينه ربطت الرابر باند في مستوى الشيست، رابع تمرينه ربطت الرابر باند في مستوى الارض وكان ورايا، خامس تمرينه الرابر باند جنبي ومربوط فوق. وهشتغل برضو بنفس الطريقه، كوعي على نفس الخط مع كتفي، ايدي متنيه شويه، وباجي من هنا بشد لتحت بالشكل ده، برضو بوصل لحد الميد لاين بس. الشكل ده هشتغله 10 عدات 3 مجاميع. سادس شكل معانا في التمرينه واخر شكل اللي بنسميه الفينيشر، هستخدم حيطه او اي حاجه قدامي بالشكل ده بس تكون صلبه طبعا عشان ما تاخدنيش وتقع. ايدي برضو اوسع من كتفي بحاجه بسيطه، واقف على بعد خطوه تقريبا من الحاجه اللي انا هشتغل منها، بنزل بالشكل ده وبطلع كده، بنزل بالشكل ده كده وبطلع. مش عايز انزل للاخر علشان مش عايز كتفي احمل عليه قوي، انا بنزل كده واطلع، بنزل كده واطلع. الشكل ده هشتغل 15 عده 3 مجاميع. وبكده نكون خلصنا تمرينه التشست بتاعتنا. انا لازم اهتم قوي بالتكنيك اللي انا قلته في التمارين وبالريزيستنس او المقاومه بتاعت الرابر باند وبالاعداد اللي انا قلتها علشان ما يحصليش اي اصابه، واستفيد من التمرينه احسن استفاده او اكتر استفاده اقدر استفيدها. مستنيكم الفيديو الجاي.